طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنبدأ عن البلاد فلوكس. طبعا البلاد فلوكس مقصود فيها وشائج الدم، وهذه عبارة عن نوع من التريماتودز، بس بالمقارنة مع المرة الماضية درسنا الانتستينال فلوكس اللي أخذنا مثال عليها الهيتروفيسوتروفيس. اليوم نأخذ مثال على البلاد فلوكس اللي هو الشيسوسوما. طبعا الشيسوسوما we have three species of schistosoma. First one is called schistosoma mansoni, and this is causes intestinal bilharziasis, البلهرسيه المعويه. Schistosoma japonicum also causes intestinal bilharziasis. Schistosoma hematobium causes hematuria او schistosoma hematuria او urinary bilharziasis. كله بالهرسيه، لكن specific في specificity للسبيشيز وللوكيشن تاع الباراسايتزم. حنشرح هذا الكلام ان شاء الله بالتفصيل. طبعا بالنسبه للهيستوري، يعني there is no schistosomiasis in Gaza strip. طبعا نفتقد للريفرز والفريش ووتر، فبالتالي ما فيش يعني اي ريكورد بدلل او اي ليتريتشر بدلل على وجود البلهرسيا في قطاع غزه، وحتى تقريبا في فلسطين عموما. يعني طبعا بالنسبه لللوكيشن او الاناتومي تبع معيشه الطفيل في الهيومن، طبعا كنا بنعرف انه هذه هي اليورينري بلادر، المثانه البوليه. تمام. طبعا على المثانه في هنا فينيولز او وريدات، هذه بسموها الوريدات بسموها فيزيكال بلكسس، فيزيكال بلكسس او الضفيره المثانيه الوريديه، يعني مجموعه من الوريدات موجوده على المثانه. هنا بتعيش اللي هي الشيسوسوما هيماتوبيوم. نعم. وبالتالي الميل والفيميل بعد ما يصير عندهم سيكشوالي ماتوريشن او يصيروا سيكشوالي ماتيور ويصيروا ادلت، الانثى بتعمل اوفوبوزيشن وبتبوض، والبيوض بتنزل مع اللي هو خلال المثانه هنا، وبعدين بتنزل. طبعا البيوض هذه بتاخذ الشكل هذا، لها تيرمينال سباين او شوكه طرفيه، طبعا هتعمل جرح حنحكي عليه ليتر، وهتعمل هيماتوريا، وبتنزل مع بول الانسان في اليوريثرا وبتطلع الى الخارج. معناته السامبل should be collected in urine او from urine. تمام. عشان كده diagnosis through urine examination. بالنسبه للشيسوسوما من صناعي حقيقه بتعيش في الميزنتريك فينز، يعني كلنا بيعرف. نعم. وهذا طبعا، وهنا البندكس، طبعا هنا الامعاء الدقيقه. طبعا هذا كله ايش؟ ميزنتريك فينيولز. تمام. الميزنتريك فينيولز هذه الميزنتريك فينيولز، فبتعيش اللي هي الشيسوسوما مانسوناي والشيسوسوما جابونيكم، هذول بيعيشوا في المنطقه هذه يعني طول حياتهم. طبعا بدنا نعرف انه الشيسوسوما سيبرت 6 وهذا يونيك كاركتر بالنسبه لهم among تريماتودز، لانه تقريبا معظم التريماتودز تعتبر ايش؟ هيرمافرودايت، خنثى، لكن هذه بتمتلك اللي هي سيبرت 6. طبعا بيختلفوا شويه يعني في المظهر او في الابيرنس تبعهم المورفولوجي، لانه الميل الشيسوسوما عندها سبيشال يعني لوكيشن بنسميه جاينكوفريك كانال، بنسميه جاينكوفريك كانال، جاينا كوفريك. نعم. كانال. وهذه عبارة عن خدود أو فراغ موجود في جسم الطفيل أو الدودة. زي ما احنا شايفين هنا. نعم. هذه الجاينا كوفريك كانال، قناة الاحتضان موجودة في جسم الميل. طبعا الميل في المورفولوجي تبعه عنده أورال سكر وعنده فنترال سكر، هذول بيمكنوه أن يعمل اتاشمنت في الأوعية الدموية اللي بعيش فيها. طبعا هذه التستس وهذه هي الانتستين، طبعا عادة يعني على طول الجسم. الفيميل أطول يعني مور نارو. يعني هذه هي الذك الميل، طبعا هذا الجاينكوفريك كانال زي الجيب أو الأخدود. تمام. وهذه الأنثى طويلة بتكون رفيعة وتسكن فترة الاحتضان لفترة التكاثر تسكن في هذا الجيب أو هذا. نعم جوا. ماشي طالعة، بس يعني هي غالبا يعني عشان اثناء التصوير
يعني اخذوا المنظر الشكل هذا يعني، لكن هي غالبا تكون جوا. طبعا مش حتضلها كلها 100% جوا يعني، جزء من حيبين اللي بخارج طبعا. تمام. فهذا المورفولوجي تبع الميل والفيميل. طبعا الفيميل بتصل طولها من 1.2 الى 2.6 من السنتيمتر. طبعا رفيع زي ما حكينا سلندر. الميل 0.6 ل 2.2 يعني بصل له 2 سنتي طوله. يعني طبعا هي اطول وهي ارفع، هو اعرض هو اقصر. تمام. طبعا كلاهما يمتلك الاورال سكر والفنترال سكر، لكن ميزه الميل زي ما حكينا عنده جاينا كوفر كنال فور انكبيشن بيريود للانثى اثناء فتره التزاوج. نعم. ما حكينا هذه السكرز عباره عن اتاتشمنت اورجانز، عباره عن اتاتشمنت اورجانز، اعضاء للتعلق في اللي هو الكائن او الهوست غالبا. يعني مثلا السيستودا تتعلق في الامعاء، هذه بتتعلق في الاوعيه الدمويه، يعني في الفينيولز تبعت المثانه او تبعت الميزنتريك فينيولز، فهي اعضاء للتعلق عشان ما يطرد مع الفضلات الى الخارج ويضل الطفل داخل العائل، والا بموت، لانه زي ما حكينا هذا تطفل، من مصلحته انه يضل داخل العائل. تمام. طبعا حكينا احنا الميزات برضو في الاطوار المختلفه تاعت هذه الطفيليات، ان وي هاف 3 سبيشيز او 3 شيبس او 3 ديفرنت ستراكشرز للاكس. بمعنى عندي شيسوسوما هيماتوبيوم، عندي شيسوسوما مانسوناي، وعندي شيسوسوما جابونيكا. هذه الاكس تبعتها بتاخذ الشكل هذا والمظهر هذا، عندها تيرمينال سباين هذه عندها لاترال سباين، هذه زي كده لاترال، وهذه عندها اللي هو تقريبا هذه النوب سرة. فهذول الستراكشرز الثلاثة الخاصين بالبلهرسيا، هذه خاصة بالشيسوسوما هيماتوبيوم عندها تيرمينال سباين، شيسوسوما منسونا عندها لاترال سباين للإيج تبعتها، وهذه شيسوسوما جابونيكم تمتلك زي تركيب خارج اسمه النوب أو السرة. ماشي. طبعا في سيركاريا، حنحكي الآن على اللايف سايكل لكليهما. في سيركاريا وهي الانفكتيف ستيج للإنسان، طبعا تخرج من اليرقاء من القواقع او السنيلز، وطبعا في انواع خاصه لكل نوع من هذا حنتكلم عليه في دوره الحياه. طبعا بشكل عام هي سبايند اكس، يعني بالانواع الثلاثه هذه سبايند، يعني بمعنى نوت اوبريكليتد زي ما شفنا في الانواع السابقه. حنحكي على طبعا هذه برضو مفصله يمكن اكثر تفصيلا، هذه هيماتوبيوم، هذه منسوناي، هذه جابونيكم، هذه الاكس طبعا هذه برضو واضحة. نعم نعم نعم. نيجي للايف سايكل. لا عادي لايت مايكروسكوب. بالنسبة للايف سايكل تاع الشيسوسوما هيماتوبيوم، في حالة انه هذا انفكتد بيشنت او انسان مصاب، بمعنى انه هنا في الفينيولز تاعت الفيزيكال بلكسس اللي على المثانة موجود اللي هو هنا موجود الشيسوسوما هيماتوبيوم الميل والفيميل. طبعا اذا كانت ناضجه وادلت وماتيور تبدا في الاوبوزيشن، معناته الاكس حيصير تمر باسز اوت وذ يورين، حتمر الى الخارج. ممتاز. فالان من العادات السيئه او الان يعني بروبر هابتس عند الانسان انه ممكن يعمل يورينيشن عند مصبات مائيه، يروح يعمل تبول عند نهر ولا ترعه ولا غيره، وبالتالي بصير كونتامينيشن للووتر، وهذا الاكس imbibe water تتشرب الماء. within 16 to 32 hours it will rupture. بتضلها يعني تبحث طبعا هذا later بتعمل rupture، يعني بتتشرب ماء بتعمل rupture بتطلع active motile organism بنسميه اللي هو الميراسيديم. هذا الميراسيديم عنده قدره يسبح ويبحث عن عائل وسيط، عن intermediate host. طبعا هو من مصلحته يجد هذا العائل الوسيط والا بموت. نعم. فهو سيليتد واكتف ومطايل وعنده جيرم سيلز في الداخل، فبيبدا يبحث عن سبيسيفيك تايب اوف سنيلز. هذه السنيلز موجوده في الريفرز او الانهار اسمها بيوليناس ترانكيتاس، اسمها بيوليناس ترانكيتاس. بيوليناس ترانكيتاس. فبيوليناس ترانكيتاس هذه عباره عن specific types of
snails and the meristem will enter inside. طبعا حكينا في الانترميديت هوست دائما الطفل بيكون سمول وبصير له شويه ديفلوبمنت فيتحول الميراسيديوم الى برايمري سبوروسيست، سكندري سبوروسيست، تيرشري سبوروسيست، وبأهل نفسه للمرحله التاليه اللي هي مرحله السركاريا اللي هي التطور المعدي. فبروح بمشي في المراحل هذه او يعني سمول ديفلوبمنت او فيو ديفلوبمنتس فور ذيس باراسايت ويل اوكير انسايد ذا سنيل، وبعدين بيطلع من السنيل بيطلع اللي هو ما يسمى السركاريا. السركاريا عباره عن طفل صغير له كاركترز، له هيد وله بودي وله تيل. ديل طبعا عشان يساعده في السباحه خلال فتره بحثه عن العائل النهائي، لانه السركاريا هذه مصلحتها خلال 16 ل 32 ساعه تبحث عن عائل نهائي ديفينيتيف هوست او فاينل هوست، والا بتموت. عشان كده السنيل ممكن تطلع مئات الالاف، ممكن تطلع 250 الف سركاريا في المره الواحده. ليش؟ عشان تعوض المورتاليتي، تكون بنسيت مورتاليتي. فلذلك هي بتطلع اعداد كثيره جدا، كبيره جدا. هذه الاعداد اللي بتطلعها تكون بنسيت مورتاليتي، لانه بموت عدد كبير. يمكن تكون الظروف مش ملائمه البيئيه، يمكن ما تجدش ولا عائل في التربه في الترعه او في النهر، وبالتالي تخترق الجلد تبعه، وبالتالي هي بتنتج باعداد كبيره جدا عشان تعوض المورتاليتي الكبيره جدا. اوكي، فهذا جسمها. طبعا البودي في طبعا الماوث وفي انزيمات وفي جلانس عشان تخترق السكن بتوين تويز، يعني بين الاصابع، سواء اصابع اليد او اصابع القدم. طبعا التوتر السطحي للماء بيساعدها انها تخترق وتليف ذا تيل اوتسايد، طبعا هي تترك الديل عندما تدخل الانسان بمساعده ايش؟ توتر السطح الماء، وايش كمان؟ ايش اللي بيعملها؟ ايوه ايوه. هنا ايش بصير في المنطقه هذه؟ سيلف ديستركشن، مش احنا حكينا فيه اللايزوزومات؟ تمام. فبقطع الذيل، لانه خلاص طالما دخل الجسم ففي شيء حاجه للذيل، الذيل فقط وظيفته في الميه للحرق. تمام، فبيخترق الدوره الدمويه، بصير يعني بيدخل في البلاد سيركيليشن، ويستطيع يصل الى الفيزيكال بلكسس في الضفيره المثانيه الوريديه تبعت المثانه بتاعت اليونير بلادر. طبعا هذا كديفينيتيف هوست، هذه اليرقه تبدا انها تنمو خلال يعني اسابيع، وبصير ادلت ستيج وسكشوالي ماتيور واوفوبوزيت وتبوض. وهدول الثلاث مؤهلات او شروط حكيناهم انه هدول بيحصلوا وين؟ في الديفينيتيف هوست، مزبوط. وبالتالي بتبوض وبتنزل اللي هي الاكس باسز اوت وذ يورين، عشان كده السامبل للدياجنوستس ايش؟ يورين اناليسيس، يورين اناليسيس. تمام، وهكذا. طبعا الاشكاليه زي ما حكينا انه ما فيش بروبر او يكون ان بروبر هابتس، يكون باد هابتس انه يروح يعمل يورينيشن في ترعه او في نهر او مصبات مي، وهذا بزيد العدوى وبعمل يعني مشكله. نعم، سوري، لا بس هذا السبيسيفيك تايب، هذا نوع خاص من القواقع اسمه بيلينس رانكيتس. في اذر تايبس ما بصبهاش، مش يعني مش مناسبه لا انها تدخل فيها وتنمو وتنتقل للعائل النهائي. نو هذا بالنسبه لللايف سايكل تاع شيسوما هيماتوبيا، طبعا حكيناها بالتفصيل. نعم، مش السركاريا ممكن تدخل اللي هو الفيش وتحول لسركاريا، هذا هذا موضوع اخر حناخده، اللي هو اخذناه في اسمه ايه، حناخده في الديفلوبوثريوم لاحقا، باصبر يعني في الشريطيات. هذا يعني لما يكون السمك عائل وسيط ثاني، سكند انترميديت هوست، بس هنا لا، دايركت من السنيل بتطلع السركاريا انفكتيف للانسان، هي الانفكتيف ستيج، وبتعدي الانسان كديفينيتيف هوست. طبعا بننوه انه دورة الحياة هذه اللي تكونت من ايج وميراسيديا والسركاريا وادلت، احنا بنحكي على الشيستوسوما لها ايج وميراسيديا وسركاريا ادلت، there is no ريديا، no ريديا، فيش ريديا. احنا حكينا في الجنرال لايف سايكل للتريماتودز كود بي اللي هو ريديا او ميتا سركاريا، يعني جست هذول هم الاطوار دوره الحياه. تمام، نتكلم على الباثولوجي بالمره. طبعا الباثولوجي والسيمتومز تبعت الشيستوسوما هيماتوبيا، طبعا في 3 ستيجز، 3 ستيج اوف انفجن
stage of egg deposition and extrusion, stage of tissue repair. Stage of invasion هو الانكبيشن بيريد، من حد ما تدخل اليرقة تخترق جلد الإنسان لغاية أول ظهور للبيوض أو أول ما تبوض. فهذه هي الانفجن أو stage of invasion، يعني عبارة عن التايم إلابست أو إلابسز بتوين سيركاريال انفجن أند فيرست أوف أوبوزيشن، من حد ما تدخل اليرقة وتعدي الإنسان لغاية أول ما تبدأ تبوض. كيف حنستدل على تبويضها؟ نشوفها في اليورين، مظبوط؟ حنشوف في اليورين. طبعا هذا بده تقريبا من شهر إلى شهرين، وممكن يعاني الإنسان من عدة أعراض طبية زي الأرتيكاريا، زي الراش، أنوركسيا، هيديك، جنراليز بين، ألام عامة، حساسية، حكة، طفح جلدي، راش. الأبدومين ما بيتندر، بنتفخ، الليفر والسبلين برضو، بالذات برونكايتس برضو ممكن تكون موجودة، التهاب. هذه كلها الأعراض مصاحبة للإنسان في حالة إصابته بالبلهارسيا، وهذا هو الطور الأول أو الستيج أوف إنفجن. بالنسبة للستيج الثاني اللي بيعاني منه الإنسان من ناحية كلينيكال، الستيج أوف ديبوزيشن أند إكستروجن، طبعا هذا بده 35 يوم لغاية يعني ما يبدأ يظهر. وهذا الستيج أوف ديبوزيشن أند إكستروجن عبارة عن الوقت المقضي بين وضع البيض من قبل الديدان الإناث لغاية ما نشوفها في اليورين. يعني تبدأ هي تبوض وشكل مريض، صارت عنده أعراض، وإجا المختبر وفحصوا اليورين شفنا اللي هو الإكس. فهذه هي المرحلة اللي الآن فيها الإنسان، إنه الديدان عمال بتبوض وشفناها في اليورين في الفحص، تمام. بسموه stage of deposition and extrusion. طبعا ليش؟ لأنها بالغة وناضجة جنسيا، فبعد شهرين تبدأ تبوض. نعم. طبعا إيش بيشكي الإنسان في هذه الحالة؟ طالما في نزول، طبعا عشان تفهم كيف صار العرض، طالما في نزول للبيوض، نعم، في اليوريثرا، في مجرى البول، معناته بتجرح. ايش حكينا احنا؟ ايوه السباين. فهذه تيرمن السباين عماله هي ماشيه بتعمل ايش؟ واوند او جرح، تمام؟ فبتجرح في المنطقه هذه، فبيشكي الانسان من بينلس تيرمينال هيماتوريا، يعني نزول دم اخر عمليه تبول، بيشكي من نزول دم وهي ماشيه بتجرح، فبيعمل يورينيشن بينزل دم، تمام؟ وهي ماشيه. طبعا الم في التبول برضه، السيوريا بين الكيدنز، بشعر في الام عند الكلى اند بلادر ريجن، في منطقه المثانه عند اليورينال بلادر. بعد هذه المرحله بينتقل الانسان لمرحله اللي هي الستيج اوف تيشو بروليفريشن اند ريبير. زي ما حكينا هذا الاكس في المثانه، هنا ممكن تيجي عند جدار المثانه، نعم، فهي ممكن النسيج يغطي عليها، يعني يعملها كفرنج، يصير تليف. فممكن تعمل سيدو أبسيس زي دمام الكاذبة، أو سيدو تيبركلز اللي هي درانات كاذبة، يعني تتليف النسيج حواليها. فبتعمل سكندري سيستايتس مع فيبروسيس، مع تليف للمنطقة المصابة. هذا الستيج الثالث اللي بتعرض له الإنسان. وبالتالي we have three stages. The first one is called stage of invasion. Second stage of egg deposition and extrusion. Third stage of tissue proliferation and repair. على مستوى التشخيص طبعا مهم جدا انه نفهم دائما اللوكيشن تاع الطفيل، وين بيعمل باراسايتيزم في الانسجة او الاعضاء المختلفة للانسان، عشان نفهم كيف ناخذ العينة للتشخيص. فالسامبل كوليكشن very important to know how to get it or to obtain. فالدياجنوسيس للشيستوسوما هيماتوبيوم بتم بدايركت ميثود، انه احنا طالما الطبيب اكد انه في كلينيكال سيمتومز والمريض بيشكي من بينلس هيماتوريا، طوال الطبيب حيطلب له يورين اناليسيس. فاذا جاتك عينه اليورين بدها تعمل ايش؟ فحص لليورين. فبالتالي بنعمل ايش؟ يورين سيديمنتيشن. فاول انت بتعمل يورين اناليسيس، بتعمل سيديمنتيشن، وبتاخذ السيديمنت وبتفحصه تحت الميكروسكوب، حتشوف البيوض هذه. عشان تكون مور يعني شور ومتاكد جدا وتاكد شغلك، فبتروح تحط عليها ايش؟ نقاط او دروبس من فريش ووتر على نفس السلايد. حط فريش ووتر ولاحظها، اديها يعني تايم هيك شويه، حتلاحظها تحت الميكروسكوب، حتشوف ميراسيديوم. ليش؟ حتتفجر الاكس هذه، نعم.
فحتنفجر الإكس ويطلع منها الميريسيديوم، طبعا حنكون سيليتد، وهذا حأكد لك انه هذا شيء اسمه هيماتوبيم إكس، وهذا بيعطي يعني ريلايبيليتي ويعني وكواليتي للشغل وجودة للشغل. تمام. الاندايركت طبعا هذه ليس ريلايبل، انه تعمل اليرجيك انت دايمر رياكشن، وهذا يعني في فاريشن ممكن نعمل بلاد او ديفرنشال كاونت. طبعا ليش؟ لانه ممكن يحدث انيميا، لانه نتيجه النزف اللي بصير نعم عبر اليوريثرا. ممكن نعمل سيستوسكوب منظار للمثانه او منظار للشرج في حاله مين؟ في حاله المنسوناي، لانه بتعمل يعني زي تقرحات او فايبروسيس عند الريكتم، لكن سيستوسكوب عشان تشوف اللي هي الساندي بيتش باتشز، ساندي باتشز زي يعني هنا تكونات رمليه او شغل او توبركلز او ابسيسز او تقرحات بالشكل هذا، هذا بده منظار ل اللي هي المثانه. تمام. فانت ممكن تلاحظ هذه الاشياء في طبعا الطبيب بيعمل هذا، لكن انت على مستوى المختبر يعني بتعمل اللي هو اليون اناليسز مع سيديمنتيشن، وبتاكد وجود الاكس وشكلها مع اللي هو خروج الميريسيديوم. تفضل. اخر يعني عمليه اليورينيشن بنزل الدم. طب بشكل عام لما يطلب عينه من المريض باخده مش اول بحكوا له في النص يعني انه اوكي بس احنا بنحكي كعرض طبي ايش اللي بيصير، انه المريض بيشكي من نزول دم اخر عمليه التبول. فهو بيشكي يعني كشكوى كميديكال او كلينيكال سيمتومز للمريض، انه هو بيشكي من بينلس تيرمينال هيماتوريا، معناته نزول دم اخر عمليه التبول. احنا بناخذ اليورين لانه اوريدي وهي ماشي في اليوريثرا في مجرى البول يعني حتمشي بيوض، صح ولا لا؟ فحتنزل مع البول وجزء من الدم كمان. هو البول هينزل مع لسه بشوفه بس اخر شيء. احنا ما حكيناش هيك، احنا بناخذ عينه يورين. الدم ما احنا بنحكي ما هو يعني ممكن جزء مع اليورين مختلط، لكن غالبا مع عمليه اليورين بنزل اليورين، فلسه البيوض ماشيه مع حركة اليورين بتمشيها، عرفت؟ فهي ماشية بتجرح، فبصير الجرح في يعني في كأنه في آخر مرحلة، عرفت كيف؟ فكل ما مشى هو بحركها، أخذت بالك؟ مش حتمشي بذاتها، هاي اللي بيخلي الشيء إنه آخر عملية تبول. فمجرد خرجت كمية البول معناته إيش؟ حركت البيوض معناته جرحت في الممر البولي. أوكي؟ خلينا ناخذ اللايف سايكل بتاعت المنسوناي عشان نقبلها. طبعا في ديفرنسز بالاشكال عندكم موجود، يمكن في يعني شويه جرانيولز بالاشكال المختلفه للبلهارسيا محطوطين في جدول على فكره عندكم، وبفرق بينهم بالانواع الثلاثه. نعم. ومواضع التستس والاوفري وكذا، وكم واحده بتبوض، يعني هذه التفاصيل سهله جدا. المهم نيجي لللايف سايكل تاعت شيستوسوما منسوناي. طبعا شيستوسوما منسوناي هذا النوع الثاني. طبعا من ناحيه برضه الاناتومي مهم جدا، احنا حكينا عليه جزء منه. نعم. هي بتعيش في الميزنتريك فينيولز. الادلت ستيج اوف شيستوسوما منسوناي ليفز ان ذا ميزنتريك فينيولز، اللي هي هذه الاوعيه الوريدات المسرقية موجودة على طول القولون، وبالتالي بتعيش الميل والفيميل في المناطق هذه. معناته بعد ما تصير ماتيور سيكشوال ماتيور وادلت ستيج وقادر على اوفوبوزيشن، كل البيوض حتنزل وين؟ وتطلع مع الستول، مع براز الانسان، وبالتالي العين التشخيص ايش؟ ستول اناليسيس. ستول اناليسيس، وحنشوف فيها اللي هي هذا النوع من الاكس او هذا النوع من البيوض اللي لها ايش؟ لاترال سباين، وهذا ما يميزها. ويمكن هذا بيساعد الشباب في التشخيص دائما بين الانواع المختلفه من الطفيلات، انه كل تقريبا طفيل له سبيسيفيك شيب، له سبيسيفيك ستراكشر، حتى الستيج تبعه سبيسيفيكلي يعني ديفرنت. يعني لاحظ انه المنسونا اللي هي هيماتوبيا اللي هي تيرمينال سباين، ونفس الايج لكن شكلها ايش؟ انه هذه لاترال سباين، هذه ايش؟ غير عندها نوب، وهكذا. فهذا بيساعدك حتى في التشخيص اوريدي. anyway فلما يكون infected patient with schistosome mansoni طبعا بتكون الانثى حتبوض تعمل ovoposition and eggs passes out with feces. لو زي ما حكينا عن proper practices و bad habits انه يعمل defecation وتبرز عند مصبات مائية وريفر وغيره،
فهيصير تلوث للمياه، وبالتالي البيوض هذه lateral spined eggs will passes out with the stool and contaminate water. فلما تلوث المياه طبعا هي هتتشرب مياه في هذه الحالة، هتعمل امبيب للووتر، هتعمل ايش اللي هي رابتشر وتطلع ميراسيديم. نفس الطريقة ميراسيديم سيلياتد واكتف وموتايل عنده قدرة يسبح في المياه وبيبحث it will start to search for specific host. طبعا بيبحث عن عائل وسيط. هذا النوع من العوائل برضو سنيل قوقع لكن اسمه مختلف. هذا السنيل هذا في حالة المنسوناي اسمه بايومفيلاريا الكساندرينا. سنيل اسمه بايومفيلاريا فيلاريا الكساندرينا. نعم بايومفيلاريا الكساندرينا لما نكون منه كذا سبيشيز ممكن تكتب بايومفيلاريا بي وتكمل الكساندرينا لما نكون منه كذا سبيشيز. فهمتها بطريقه اخرى. فالان طالما دخل بايومفيلاريا الكساندرينا سنيل طبعا هيبدا عمليه الديفلوبمنت انسايد ات، بتحول ميراسيديم الى برايمري سبوروسيست وسكندري وتيرشري، بعد كده هيتحول الى سيركاريا. سيركاريا ايضا تخرج باعداد كبيره جدا عشان تعمل تعويض للمورتاليتي والديثز اللي بيحصل، لانه في حاله عدم وجود عائل حتموت، فهي بتسرع وبتبحث عن عائل نهائي بعد ما تخرج من العائل الوسيط اللي هو السنيلز. طبعا اذا قبلها انسان حافي القدمين او بزرع عند نهر وايديه عاريات يعني ممكن تخترق الجلد تعمل سكين بنتريشن. طبعا بيساعدها هذا الكلام انه في جلانس بنتريتنج جلانس عندها انزيمات تحلل على تحلل الجلد بعد ما يعني تخترقه تعمله بنتريشن، وسواء بالقدم او باليد، وبتدخل الدوره الدمويه وتذهب الى اللي هي الميزنتريك فينيولز وبتعيش هنا. طبعا بتبدا الديفلوبمنت تبعها وتكبر، وبعد اسابيع بتصير ادلت ستيج وقادر على التزاوج والتبويض، تعمل اوفوبوزيشن وبيوضها يعني بتمر مع براز الانسان وبتعيد الدوره مره اخرى، وهذا اللي بيعمل الكونتامينيشن وبزيد الابديميولوجي والتلوث. وطبعا في جهود كبيره في هذا المجال، يمكن يعني الاخوه في مصر يعني بذلوا مجهودات كبيره جدا عبر العقود الماضيه لمحاربه البلهارسيا ونجحوا في ذلك. كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه ركزت على دراسة البلهارسيا في مصر والسودان وغيره، وأوجدوا حلول للتقليل من اللي هو الناقل أو الانترميديت هوست في الأنهار في النيل، وهذا اللي خفض يمكن نسبة وجود البلهارسيا في مصر. والجهود يعني متتالية، وهذه يعني في الجانب العلمي ومهمة جدا لأنها تعتبر تكلفة اقتصادية على البلد، وبتكلف يعني من الداخل القومي جزء كبير في العلاجات والمستشفيات وغيره، وبالتالي من المهم جدا يبحث عن علاجات مختلفة وكيف التقليل من وبائيته في الأنهار وغيره. نعم. العالم اللي كشفها بالهارس أحد العلماء اسمه بالهارس. التنين نعم صحيح. بيولانس رانكيتاس وبينفيلاريا الكساندرينا صحيح. وفي منهم سبيشيز مختلفة بس احنا يعني مش هنعرج على كل الأنواع. بالنسبة للإمراضية والأعراض للشيسون منسوناي نفس الشيء، عندها ستيج أوف انفجن أول ما تهاجم الإنسان وتخترق الجلد، وطبعا تبدأ الإنكوبيشن بيريود تبعتها، بعدين تبدأ ظهور البيوض. ستيج أوف إكدوبوزيشن نفس الشيء، بس اللهم إنه في الستيج أوف إكدوبوزيشن بصير عند الإنسان أعراض مختلفة، يشكو الإنسان من تنسمس وبلاد وميوكس، طبعا بالإضافة للديزنتري، يعني بصير عنده ديزنتاريا. طبعا هذا الشيء ممكن يكون محير للأطباء، لكن مين اللي بيساعد؟ المختبر. يعني المختبر ممكن يأكد سبب الديزنتاريا أو الديزنتري. ليش؟ إنه حيفحص، صح؟ فإذا فحص الستول يمكن يكون جارديا، ممكن يكون انتميبا، ممكن يكون ممكن يكون بالهرسيا شيسوسوما. فالمختبر هو اللي بيأكد دائما صحيح، بيساعد الطبيب المختبر. اوكي؟ فالاجتهاد الشخصي يعني لا يفضل، لا في مختبر،
في فحوصات سبيسيفيك، في مانيوال، في بروتوكولات، في التشخيص وفي العلاجات وفي التشخيص الطبي بتساعد اللي هو الأطباء. فالمختبر بأكد لنا هذا الكلام، أوكي، وبأكد السبب هل هو بالهرسية أم غيره. الديزنتري تنسمص تعناية، تعناية ممكن يروح الحمام يعني مرات عديدة وعنده إسهال، بس غالبا إيش على شكل ووتر يعني. stage of tissue proliferation and formation of papillomas زي حلمات على اللي هنا المنطقة تاعت اللي هو نهاية القولون والمستقيم، هنا بتصير إيش زي حلمات. طبعا المنظار الشرجي هو اللي حيبينها، المنظار الشرجي هيوضح هذا الكلام، أوكي. عشان كده سمي كان من ضمن التشخيص اللي هو البروكتوسكوب. بروكتوسكوب تفضل. بدي اعرف كيف الاعراض الباثولوجيه تبعتها كيف تتطور توصل لحاله الموت ولا لسه؟ لما توصل لحاله الموت انه المريض ينهك في يعني في طول الفتره، فبتعرض الى دزنطري شديده، بتعرض الى دمج في الركتم ونهاية المستقيم، بتعرض إلى أنيميا، فهذا طبعا بعرضه أنه يعني يؤدي فيه إلى الموت، أوكي، لأنه بكون عنده كرونيك ومن فترة طويلة. ما احنا حكينا في علاجات لهم، بس أهم شغلة يعني في الحالة هذه في لهم علاجات طبية كيموثيرابي، لكن أهم شغلة في الكنترول مش بس العلاج على مستوى الإنسان، لا، كنترول الخارجي، هذا انه تمنع العدوى تصل. وهذا اللي اشتغلوا عليه، اشتغلوا على السنيلز وحاربوا القواقع وكذا، وهذا الدراسات كثيره كانت عليه. جابونا كم نفس الشيء تقريبا تبعت المنصوني. نفس الانتروديت؟ لا، بالنسبه لا، نوع خاص من القواقع اسمه أونكوميلينا، أونكوميلينا سبيشيز، أونكوميلينا، أونكوميلينا. هذا سبيشيز، هذا نوع القوقعة تبع الجابونيكم، أونكوميلينا. أعتقد مكتوب عنكم.